بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شباب النهاردة بإذن الله تعالى هنبتدي نتكلم بقى في شابتر 2 من الكتاب بتاعنا بتاع الـ Distributed Systems، وهنتكلم النهاردة على حاجة بنسميها الـ Architectures. طيب خلينا نقول بسرعة احنا اتعلمنا ايه في الـ Chapter 1 اللي هو كان الـ Introduction. احنا اتعلمنا يعني ايه Distributed System بشكل أساسي، عرفنا يعني ايه Distributed Computing وايه احنا احتاجنا ليه الـ Distributed Computing، واتكلمنا على بعض البارامترز الخاصه بالديستريبيوتد كومبيوتنج زي الترانسبيرنسي والاوبنس. اتكلمنا على نوعيات الديستريبيوتد سيستمز وازاي بنقدر نبنيها من هاردوير اركتكتشرز مختلفه. النهارده احنا بقى هنتكلم على هاو تو بيلد ان ديستريبيوتد سيستم من وجهه نظر السيستم اركتكتشر السوفت وير يعني، وازاي انا اقدر اخلي سوفت وير بيشتغل على اكتر من كمبيوتر في نفس الوقت عشان يعملوا لي التاسك بتاعتي، وده اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى. والحقيقه يعني مع المحاضره النهارده ومع الشابتر ده واحنا ماشيين فيه هنكتشف ان احنا بنتعامل مع عدد ضخم من الديستريبيوتد سيستمز، وهنماب الاركتكتشرز اللي احنا بنتعامل بيها على الشكل اللي احنا هنشوفه او الاشكال اللي احنا هنشوفها النهارده بشكل اساسي في الاركتكتشرز. ده زي ما انتم شايفين كده ده شابتر 2 في الكتاب بتاع ديستريبيوتد سيستمز بتاع تان باوم وستين. طيب انا النهارده عايز ابني ديستريبيوتد سوفت وير، عندي ديستريبيوتد سيستم، عندي ديستريبيوتد كمبيوترز، مالتي كمبيوترز او مالتي بروسيسورز او ايا كان انا عارف الموجود عليها. طبعا احنا لما نيجي نتكلم من وجهه نظر السوفت وير الحقيقه احنا بنتكلم على يعني خلينا نقول بنتكلم على حاجتين. السوفت وير دايما بيبص على حاجتين رئيسيتين مش حاجه واحده. الحاجه الاولانيه هي الهاردوير اللي موجود، وبعدين الاوبريتنج سيستم بشكل او باخر، يعني دول كده على بعض بنسميهم البلاتفورم. فالنهارده حضرتك لما بتيجي تكتب ابلكيشن ايا كان الابلكيشن ده، فهو اكشوالي بيتكلم مع الاوبريتنج سيستم وبيتكلم مع الهاردوير غالبا ثرو الاوبريتنج سيستم او بشكل دايركت. ايا كان الكلام ده احنا عارفينه ودرسناه بالتفصيل في الكورس بتاع الاوبريتنج سيستم. انما النهارده احنا لما بنتكلم على ديستريبيوتد سيستم فاحنا بنتكلم على مجموعه من البلاتفورمز، بلاتفورم 1 2 3 لحد ان. كل بلاتفورم هو هاردوير اوبريتنج سيستم بلايرز اخرى، بحيث ان ده في الاخر يبان كانه زي ما قلنا ديستريبيوتد سيستم. الابلكيشنز بتاعت حضرتك هي بتتعامل مع البلاتفورم ده. طيب بتتعامل مع البلاتفورم ده ازاي؟ هل بتستفيد من خدماته؟ هل هي جزء منه؟ هل هي بتقدم خدمات للاخرين؟ هي دي الفكره بتاعت الايه الديستريبيوتد كومبيوتنج. واحنا النهارده هنتكلم على ازاي بقى بنبتدي نحط الابلكيشنز ديت على الديفرنت بلاتفورمز دي. طب هل البلاتفورم ده من الاول معمول كانه ديستريبيوتد سيستم، ولا هو كان سنترلايزد كومبيوتنج سيستم وانا عايز ادخله جوه ديستريبيوتد سيستم؟ فور اكزامبل انا عندي سيرفر اوريدي، السيرفر ده عليه لينكس اوبريتنج سيستم وبروفايد مجموعه من السيرفيسز زي الويب سيرفيسز، ازاي اقدر احط هذا السيستم within a distributed system؟ فاحنا النهارده هنبتدي نتكلم على هذا الجزء وهنفهم يعني ايه architectural style، ازاي بنبتدي ننظم الابلكيشنز ديت ونقدر نحطها على different platforms في distributed computing environment. عشان مفاهمين لما بنتكلم على distributed architectural styles فاحنا اشبه ما نكون بموضوع الديزاين باترنز او خلينا نقول التمبلتس، الديزاين تمبلتس اللي احنا بنستخدمها فور رايتنج اور سوفت وير. هنا لما نيجي نتكلم على ديستريبيوتد سيستم الحقيقه احنا بنعمل حاجتين، الحاجه الاولانيه بنكتب الابلكيشن يعني بنكتب سوفت وير، لكن الحاجه الثانيه برضو ان احنا بنجهز الانفايرمنت اللي هيشتغل عليها ذس كايند اوف ابلكيشن، وطبعا بنبقى اوير بحته الديستريبيوشن دي بشكل كبير. اما نيجي نتكلم على يعني ايه architecture style، احنا بنتكلم هنا على ازاي نقدر ننظم السيستم بتاعنا في مجموعه من الكومبوننتس
ريبليسابل، ممكن نشيل كومبوننت نحط واحده تانية مكانها بويل ديفايند انترفيس، بحيث ان الكومبوننتس دي بتبقى كونكتد مع بعضها، تقدر تتبادل الداتا وتقدر تنظم الشغل بشكل او باخر. فدي معنى كلمه ستايل. فاحنا هننظم ازاي الكومبوننتس المختلفه بتاعه الديستريبيوتد سيستم من هاردوير وسوفت وير وبلاتفورمز وميدل وير وابلكيشنز، بحيث يقدروا يتعاونوا مع بعض عشان يدوني الايه التاسك اللي انا بتكلم عليها بتاعه الديستريبيوتد سيستم. طيب الحقيقه جزء اساسي من الشغل بتاع الديستريبيوتد سيستم ان هيبقى فيه داتا رايحه جايه ما بين الكومبوننتس المختلفه اللي احنا بنتكلم عليها. في بيانات بيتم تبادلها ما بين الكومبوننتس، سواء كان الكومبوننتس ديت ابلكيشنز بتكلم بعضها، او زي ما قلنا اوبريتنج سيستم بتاع كومبيوتنج اليمنت موجود جوه الديستريبيوتد سيستم بتاعي. فالنهارده انا دلوقتي ايه الوسيله اللي احنا هنعمل بيها الكوميونيكيشن؟ احنا بنستخدم مصطلح كده بنسميه كونكتور. فالكونكتور هي الميكانيزم اللي هنبتدي نستخدم فيها الكوميونيكيشن، او نستخدمها عشان نكوميونيكيت ونكوردينيت ونكوبريت ما بين الكومبوننتس المختلفه. فور اكزامبل مثلا عندنا مجموعه من الكونكتورز ميكانيزمز هنسمع عنها بالتفصيل قدام، زي مثلا فكره الريموت بروسيجر كول، ودي حاجه من الحاجات الاساسيه اللي بنبني بيها الديستريبيوتد ابلكيشنز. فالار بي سيز او الريموت بروسيجر كول او الريموت اوبجكت ريموت ميثود انفوكيشن او ايا كان الار بي سي والار ام اي والحاجات ديت اللي هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في الشابترز الجايه، دي ازاي واحنا بنبرمج الابلكيشن بتاعنا بنستخدم فيه this kind of calls بدل الاي بي ايز العاديه بتاعتنا. دي مثلا واحده من الميكانيزمز اللي بنستخدمها فور كونكتنج ابلكيشنز او كومبوننتس على الديستريبيوتد سيستم. خلينا نقول ببساطه هنا ان انا عندي ابلكيشن، والابلكيشن ده بيكول فانكشن، بس الفانكشن دي مش امبلمنتد جوه الميموري سبيس بتاع الابلكيشن، هي موجوده عند انذر ابلكيشن. يعني خلينا برضو يعني نفهم القصه دي عشان نبقى فاهمينها كويس. زي ما بنقول انا بيبقى عندي مثلا فور اكزامبل ابلكيشن، الابلكيشن ده بينده بروسيجرز بفلو معين، وبعدين بيعمل حاجه اسمها ريموت بروسيجر كول، وليه اسم تاني حاجه اسمها ار ام اي، هنعرف الفرق ما بينهم. هنا بيبقى فيه كود مكتوب، انا بعمل الكول ده وبستنى الريترن بتاعي وبكمل بعد كده في الابلكيشن بتاعي. تمام؟ فزي مثلا انت كاتب ابلكيشن في وسط الكود بتاعك، انت مثلا بتقول فانكشن موجوده في لايبرري انت مستخدمها، وليكن مثلا زي الماثيماتكس بتقول الساين او الكوزاين او وات ايفر. هنا في وسط الابلكيشن بتاعك يو كول ا بروسيجر او ميثود او فانكشن مش امبلمنتد عندك، ده موجود على بلاتفورم 1 مثلا، وده موجود على بلاتفورم 2. بلاتفورم 2 يعني هنا في كومبيوتنج سيرفر مثلا او او اس موجود عليه وعليه ميدل وير زي ما هنشوف كمان شويه، والكلام ده كله في الاخر بي بروفايد سبيسيفيك فانكشن انت بتروح تعمل لها كول تاخد النتيجه بتاعتها وبتكمل في البرنامج بتاعك. ده ميكانيزم بنستخدمه عشان نكوردينيت. هنا الفكره هنا ايه؟ ان احنا خلينا عمليه الديستريبيوتد كومبيوتنج كانها او في الشكل بتاع الميثود كول العاديه جدا بتاعت الاستراكشرد بروجرامنج اللي احنا متعودين عليها واحنا بنكتب بروجرامز. دي من اسهل الطرق اللي الديفلوبرز بيكتبوا بيها ديستريبيوتد ابلكيشنز. فكرة هنا ان احنا بنريح الديفلوبر، وبدل ما بنخلي الديفلوبر يبقى اوير بكل التفاصيل بتاعت النتوركينج وانه يبتدي يجهز مسج بروتوكول زي ما شفنا في الكورس بتاع النتوركس والسوكت بروجرامينج، هو في الاخر بيبقى عنده فانكشن بيعملها كول، فانس انه عمل لها كول خلاص هي بقت ايه؟ بقت موجوده معاه، وهنشوف اكزامبل عليها واحنا بنشتغل دلوقتي يعني بشكل او باخر. هل مفهوم الجزء ده يا شباب؟ الكونسبت ده هنشرحه بالتفصيل بعد كده، بس حد عنده مشكله في الكونسبت ده دلوقتي؟ دكتور اتفضل. هو انا فهمت يعني ان كده اليوزر بقى بيستعمل حاجات ثابته عشان يعرف يتعامل مع كل البلاتفورمز، فده مظبوط؟ لا مش كده بالظبط. تاني هنا انا مش بتكلم هنا على اليوزر، انا بتكلم هنا على ديفلوبر. حضرتك دلوقتي بتكتب برنامج،
انت طبيعي لما بتيجي تكتب اي برنامج انت you can use ready libraries APIs مش كده؟ مظبوط. يعني مثلا خلينا نقول انت بتكتب برنامج دلوقتي بالسي بلس بلس او باي لانجوج وعايز تستخدم شويه ماثيماتيكال فانكشنز زي مثلا التراجونومتريك فانكشنز بتاعت الساين والكوزاين والتان وغيرها، انت في السي بلس بلس بتعمل ايه؟ هعمل انكلود لماس دوت اتش او ماس دوت سي ماس دوت اتش وتقول الميثودز اللي انت عايزها مش كده؟ مظبوط. والسي هنا الماس دوت اتش معمول حسابها ان هي مبنيه في شكل مجموعه من الفانكشنز اللي بتعمل لها كولينج. فانكشن او ميثود، احنا دايما بنسمع كلمه فانكشن او نسمع كلمه ميثود مش كده، او طبعا. كلمه بروسيجر، هم الثلاثه، او كلمه سب روتين. الاربع مصطلحات دي بيقولوا ان انا عندي جزء من الكود بروح ابعت له بارامترز يشتغل ويديني نتيجه، صح؟ تمام. كل دي اسامي، كلمه فانكشن او كلمه ميثود او كلمه سب روتين، تمام. طبعا كل واحده فيهم بتستخدم في كونتكست. انا بتكلم على فانكشن لما اكون بشتغل ستراكشر بروجرامينج، بتكلم على ميثود لما اكون بتكلم على اوبجكت اورينتد بروجرامينج، لو انا بتكلم على سب روتين ده لو انا بشتغل بحاجه زي الاسمبلي اللي هي بنسميها سباكيتي بروجرامينج اللي هو البروجرامينج ستايل. لكن هي في الاخر كلها عباره عن ايه؟ عباره عن بلوك اوف كود لي انبوتس ولي اوتبوتس مش كده؟ الانبوتس بنسميها بارامترز والاوتبوت بيبقى الريترن بتاعه مش كده؟ مظبوط؟ تمام تمام. كل دول ليهم اسم كده اسمهم بروسيجر. يعني كلمه بروسيجر ده برضو نفس المعنى. اوكي؟ فزي ما قلت انت دلوقتي مثلا في السي بلس بلس او في السي انت عملت الماث دوت اتش وبتقول ساين والكوزاين والى اخره. طيب النهارده انت عايز البرنامج بتاعك يكسكيوت كود، بس الكود مش على الماشين بتاعتك، الكود ده هيبقى اكسكيوتد على انذر ماشين، على انذر كومبيوتنج اليمنت انت كونكتد بيه بنتورك، صح كده؟ تمام تمام. طيب احنا لما خدنا كورس النتورك ده تقدر تعمله ازاي؟ ايه الطريقه في البروجرامنج اللي احنا خدناها اللي تقدر تخلي انذر بروجرام او تاسك من التاسكس بتاعتك تتعمل على ريموت كمبيوتر وتجي لك النتيجه؟ ريست ديفايس. لا لا مش ريست اي بي ايز. احنا اتعلمنا ايه في النتوركس؟ احنا خدنا واحنا بناخد كورس النتوركس اتعلمنا طريقه اللي هي البيزك اللي كل الناس بتستخدمها، او اكشوالي كل الطرق الثانيه بتتبني فوقيها. كلاينت سيرفر السوكت مش كده؟ صح؟ تمام. في السوكت بروجرامنج انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج تبني سيرفر، تبني كلاينت، وديفاين بروتوكول او تستخدم بروتوكول جاهز، وتبتدي تبعت مسج. المسج دي لما توصل عند الاذر ابلكيشن لما يستقبلها ممكن بيزد على الانبوتس اللي فيها يعمل شويه كالكوليشنز ويرد عليك بالنتيجه، صح كده؟ مظبوط. تمام. طيب هنا لو انت بتكتب كود عشان يعمل الكلام ده انت لازم تعرف البروتوكول وتجهز المسج وتحول البارامترز بتاعتك انتو ا مسج وتبتدي تبعتها للابلكيشن وتستنى منه رد، صح كده؟ مظبوط. فور اكزامبل في الاتش تي تي بي بروتوكول انا بعمل حاجه اسمها اتش تي تي بي ريكوست. افرض انا مثلا عايز اخلي انا ببعت مثلا الاي دي بتاعي للويب سيرفر بتاع الكليه عشان يرجع لي الكوميوليتيف جي بي اي بتاعي. فاللي بيحصل ايه؟ ان انا بحط الاي دي از ا بارامتر في بوست مسج او بحطها في الجيت مسج في الهيدر لاينز او اسف في الريكوست لاين، بحط شويه هيدر لاينز. لما بتوصل عند السيرفر هو في كود هناك اللي بنسميه الباك اند كود بياخد الاي دي ده وبيعمل كويري يسيرش جوه الداتابيز يطلع كل النتائج بتاعتك يشوف كل ماده انت خدت فيها ايه واللي يحول التقدير ليه بوينتس ويضرب البوينتس في عدد الساعات وبعدين يقسم ده كله على عدد الساعات الاجمالي ويرجع لك الكوميوليتيف جي بي اي. مش ده المفروض اللي بيحصل؟ تمام. انا كديفيلوبر لو استخدمت الطريقه دي انا عارف ان انا افرض انت عايز تكتب برنامج كده موبايل ابلكيشن مثلا عندك على جهازك اول ما تفتحه يقول لك الكوميوليتيف جي بي اي،
انت لو كتبت الكود ده بالبايثون زي ما اتعلمنا، فانت هتبتدي تجهز سوكت بروجرامينج وتستخدم التي سي بي اي بي، وتبتدي تجهز اللي هي بقى بنسميها سوك ستريم، وتفتح سوك على البورت 80، وتبعت الاتش تي تي بي ريكويست، وتستنى الاتش تي تي بي ريسبونس، اند سو اون، تعمل شويه الايه الاوبشنز دي. فانت كديفلوبر وانت بتكتب الكود انت عندك كل التفاصيل بتاعت النتورك، وبتستخدم الاي بي ادرس او بتستخدم اليو ار ال، وفي النص لازم تبقى عارف الادرس بتاع السيرفر اللي انت بتكلمه، لازم تبقى عارف ان هو شغال على البورت رقم 80، ولو البورت متغير لازم تتغير رقم البورت، وانت بتبتدي تفتح الكونكشن وتسند وتويت فور ريسيفنج، ولما يجي لك المسج انت تاخدها وتقطعها وتطلع منها النتيجه، صح كده؟ لان المسج اللي هتجي لك هيبقى في شكل اتش تي تي بي ريسبونس، هيبقى في حاجه اسمها الريسبونس لاين اللي هو فيه 200 اوكي ولا 404 نوت فاوند، وبعدين شويه الهيدر لاينز، وبعدين الايه، وبعدين الكونتنتس. مش الكلام ده احنا فاكرينه وخدناه في النتوركس؟ مظبوط. السيرفر ده بقى هيبقى اسمه ايه في الديستريبيوتد كومبيوتنج؟ هي الفكره هنا، انت لو بتستخدم الموديل ده اللي هو انت بتعمل سوكت اند سو اون، انت كديفلوبر السيستم الديستريبيوتد ما بقاش ترانسبيرنت بالنسبه لك. انت كده وانت بتكتب الكود بتاعك انت عارف السيرفر، بتحدد الاي بي ادرس بتاعه، وبتكونكت عليه، وبتبعت له مسج، وبتستنى مسج، وبتاخد المسج وتعملها بارسنج، صح كده؟ طيب الطريقه اللي احنا بنتكلم عليها دي طريقه بقت معتمده في رايتنج ديستريبيوتد ابلكيشنز. يقول لك احنا بدل ما نخلي الديفلوبر يعمل ده كله، لا 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 لا، الديفلوبر في الاخر هي امبورت او هي انكلود لايبرري، وهيكون من اللايبرري دي فانكشنز كانه بيستخدم البروجرامنج العادي جدا، بس احنا هنحط في وسط الكود كود جنريتد اوتوميتد او جاي اوتوميتد، مش هنخلي الديفلوبر هو اللي يكتبه، هو اللي هيحول الكول دي المسج ويعمل الكونكشن ويستقبل الريسبونس ويبارس الريسبونس ويرجع في الاخر لليوزر الايه النتيجه بتاعته. فبدل ما يبقى انت عندك في الكود بتاعك مثلا بتعمل سوكت مش عارف اس بتساوي ايه، وبعدين تقول له اس دوت كونكت، وبعدين تعمل بافر بتساوي سترينج مثلا مش عارف تعمل فيها جات اتش تي تي بي 1.1 مش عارف، وتقعد تكتب فيها الكلام ده كله، وبعدين تقول له سند، وبعدين تعمل ريسيف، وبعدين تبتدي تمسك بقى تعمل كونكاتينيت ومش عارف ايه وتوكنايزيشن عشان تبتدي تاخد من البافر ديت الديتا وفي الاخر تعرضها. لا انت مش هتعمل كده، انت هتبقى عندك فانكشن اسمها جيت جي بي اي، تبعت لها الاي دي، يوم هو مرجع لك الجي بي اي، بس كده. وبالتالي كل الهيصه دي بتاعت السوكت والسندنج والريسيفنج بقت انكابسوليتد جوه ايه، جوه كول. انت كل الحكايه فوق ممكن تحتاج بس تعمل امبورت لاي اس يو مثلا جي بي اي مثلا لايبرري، هي لما بتنده الفانكشن دي هي جواها بتعمل كل الكلام ده، ده اسمه ريموت بروسيجر كول. فهمنا يا جماعه الميكانيزم دي؟ الميكانيزم الجديده اللي على اليمين دي اسهل ولا الميكانيزم بتاعت السندنج والريسيفنج والمسجز اسهل؟ اكيد الجديده اسهل. بالظبط كده. فدي بنسميها كونكتور، دي بنسميها كونكتور اللي هو بفاسيليتيت حاجه اقدر اعملها زي فور اكزامبل ريموت بروسيجر كول او مسجنج او ستريمينج او وات ايفر. الحقيقه بقى احنا عندنا مجموعه من الاركتكتشرز اللي نقدر نعمل بيها هذا الكلام، يعني عندنا اكتر من طريقه ممكن نكتب بيها الابلكيشنز بتاعتنا بحيث ان احنا نقدر نستخدم الفاسيليتيز بتاعت الديستريبيوتد كومبيوتنج. البيزك اركتكتشر اللي هو ابسط حاجه وكل الناس بتستخدمه هو اللايرد اركتكتشر. اللايرد اركتكتشر ببساطه هو اللي جاي من النتورك اركتكتشر بتاعنا. احنا عارفين ان احنا في اللايرد اركتكتشر احنا بنقسم السيستم بتاعنا لمجموعه من اللايرز، اوكي، مجموعه من اللايرز، كل لاير مبنيه فوق اللاير اللي تحتها وبيتبادلوا بينهم من بعض سام سورت اوف سيرفيسز. زي مثلا احنا في النتورك عندنا الابلكيشن لاير، تحتها الترانسبورت لاير، في النتورك لاير، في الداتا لينك لاير، واخيرا الفيزيكال لاير. انت في الاخر في الابلكيشن لاير ما انت شايف كل اللايرز اللي تحت ديت، لكن انت زي ما قلنا في السوكت بروجرامنج انت بتبتدي تتعامل مع الترانسبورت لاير، فبتبتدي تجهز السوكت، بتختار اذا كان تي سي بي سوك ستريم ولا يو دي بي سوك ديجرام، وتبتدي تستخدم الايه السندنج والريسيفنج. طبعا انت اوكي ما انتش 100% زي فكره الريموت بروسيجر كول، لكن احنا وي كان يوز ذس
كايند اوف ايه اوف لايرد اركتكتشر، وده اللي بنستخدمه في السوكت بروجرامنج عادي جدا. الحقيقه اللايرد اركتكتشر دي اكتر من شكل، الشكل ده هو اللي احنا اتكلمنا عنه في النتورك، وده اكتر الاشكال استخداما. لكن الحقيقه في بعض اللايرد اركتكتشر اللي ممكن تتجاوز فيها وان اوف ذا لايرز، يعني لاير من عندك تكلم مش اللي تحتها على طول، ممكن تنزل للاير اصغر او وات ايفر. دي مثلا موجوده، دي حتى موجوده في السوكت لما بنستخدم حاجه اسمها السوك رو، الرو سوكتس، الروكت سوكتس، ممكن ننزل نتعامل بشكل مباشر مع الاي بي لاير من جوه الابلكيشن مش مع الترانسبورت لاير او ايا كان. طبعا ممكن السوكتس تبقى وان واي او تو واي او ايا كان. لاير اركتكتشر ده واحد من اشهر اشكال الاركتكتشرز اللي ممكن نبني بيها ديستريبيوتد سيستم، وده اللي احنا شفناه في السوكت بروجرامنج. السوكت بروجرامنج هو ما كان الا عباره عن لايرد اركتكتشر بيعتمد على الاي بي بروتوكول ستاك او التي سي بي اي بي بروتوكول ستاك او الانترنت بروتوكول ستاك اللي اتكلمنا عنه. وزي ما قلنا، ويعني احنا خدنا التفاصيل ديت ومش يعني مش هنتكلم فيها لان اوريدي احنا خدناها في الكورس بتاع النتوركس، واحنا عارفين السوكت بروجرامنج بيتعمل ازاي. وده اكزامبل على استخدام اللايرد اركتكتشر. زي ما قلنا، لو انا ببني كلاينت سيرفر، فلو مثلا انا كاتب كود زي كده، فلازم السيرفر يكرييت سوكت وبعدين يبتدي يعمل ليسننج واكسبت، وكل شويه بيبتدي ريسيف داتا وبعدين يعمل وات ايفر اللي بيعمله على الداتا، مثلا ان هو بياخد الداتا ويبعت وراها استريك مثلا فور اكزامبل يعني، وفي الاخر يعمل كلوز للكونكشن. طب الناحيه الثانيه، الكلاينت بيكرييت سوكت، طبعا زي ما قلنا بيحدد هنا سوكت ستريم وبيعمل كونكشن، لازم هنا يحط الهوست اي بي او يو ار ال والبورت نمبر ويبعت الداتا وبعدين يستقبل الريسبونس ويكلوز مثلا. ده كود احنا كنا كتبنا حاجه شبهه قبل كده واحنا عارفين. هنا بنستخدم ليه لايرد اركتكتشر؟ زي ما احنا شايفين هنا البروجرام بتاعي بيبتدي يكول فانكشن او بيستخدم اوبجكت اللي هو السوكت. السوكت زي ما قلنا هو كان الابلكيشن بتاعه عايز يكلم. احنا قلنا ان السوكت عباره عن انترفيس ما بين اللاير بتاعه الابلكيشن واللاير بتاعه الترانسبورت. بما اني هتكلم على اللاير بتاع الترانسبورت، البارامتر الثاني ده بيحدد انا عايز استخدم اني ترانسبورت لاير سيرفيس. لما بنكتب سوك ستريم يبقى انا عايز تي سي بي ولا يو دي بي؟ يا شباب، يو دي بي يا راجل، مش عارف سيت ستريم يعني مفيش كونكشن يا راجل. أنا آسف، مين فاكر؟ يا بشوي، بشوي هاني. أيوة دكتور، سوك ستريم دي يعني أنا عايز أعمل أنهي نوع من أنواع الترانسبورت لير سيرفيس؟ هو أنا عايز أقول يو دي بي بصراحة على حسب الكود يعني. يا راجل مصر إن هي يو دي بي؟ مش قوي يعني، مش اكيد. امال سوك دي جرام ايه؟ لا مش فاكر بصراحه دكتور. ومش فاكر ليه؟ ده لسه الترم اللي فات. مين فاكر؟ طيب تي سي بي، تي سي بي سوك ستريم تي سي بي، لان تي سي بي عباره عن ستريم اوف داتا، بفتح كونكشن وبتنش. يا راجل يا مفتري، يو دي بي ازاي وفي امر كونكت؟ شو اللي بيقول لك انا عايز اقول لي يو دي بي على حسب الكود؟ هو في اليو دي بي بنعمل كونكت؟ هو انا بصيت على الكود بتاع السيرفر لقيته ان هو اول ما بيجي له حاجه على طول بياخدها يعني. ايه المشكله؟ ما هو بيفتح كونكشن اهو، بيعمل اكسبت للكونكشن اهو. يا راجل يا مفتري، برضه هنا في اكسبت، باكسبت كونكت. هو السيرفر بيأكسبت داتا ولا بيأكسبت كونكشن؟ اكسبت كونكشن. امال الداتا بياخدها ايه؟ بامر الريسيف. تمام، في كونكشن اهو. انما لو انا عايز استخدم يو دي بي بستخدم هنا، بدل ما بحط سوك اندرسكور ستريم بحط سوك اندرسكور دي جرام، الداتا جرام. هو اليو دي بي اللي ايه؟ يوزر داتا جرام. طب استخدم حاجه اسمها دي جرام، وفي الحاله دي مفيش اكسبت ومفيش هنا كونكت، وما بستخدمش سند وريسيف، بستخدم سند تو ريسيف فروم. ايه يا شباب، نصحصح عندكم على فكره في الـ في الـ في اللابس في اكسبيرمنت كده تفكرنا بالسوكت. انا بنصح ان انتوا تبتدوا تشتغلوا في اللابس. انا لسه ما حطيتش صحيح مواعيد التسليم بتاعها، انا لسه بس عايز اظبط الدنيا مع مواعيد الميد ترمات والتسليمات، لكن ابتدوا في اللابس. اللابس لطيفه يعني، يو نيد انك انت عندك 10 لابس، كل واحده فيهم عباره عن very simple experiment كده بتفكرك بحاجه. ففي واحده منهم لو انا فاكر
احنا هنوصل لاب 4 او 5 يا دوبك بنشتغل بالسوكت. خلينا نرجع نقول تاني ان هنا السوكت بيعتمد على حاجه اسمها لايرد اركيتكتشر. ليه؟ انا في وسط الابلكيشن اللاير بستخدم الاوامر بتاعت سندنج وريسيفنج اوف داتا، الامر بتاع الريسيف والامر بتاع السند، وهنا نفس الحكايه اوكي، بس بيزد على ان انا عملت حاجه اسمها كونكشن واستخدمت حاجه اسمها السوك ستريم ويتش از الترانسبورت لاير سيرفيس اللي اسمها تي سي بي. فهنا الابلكيشن لاير بتاعتي سواء في الكلاينت او السيرفر مبنيه فوق حاجه اسمها ترانسبورت لاير موجوده كجزء من الاوبريتنج سيستم اللي الجهاز بتاعي بيران عليه، وانا بانترفيس ما بين الابلكيشن لاير بتاعتي اللي هو الكود اللي انا كاتبه والترانسبورت لاير اللي هي الاوبريتنج سيستم بتاع الجهاز بتاعي عن طريق حاجه اسمها السوكت بروجرامنج. طيب الحقيقه الفكره هنا فكره لطيفه جدا 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 على مستوى رايتنج الابلكيشنز، بس احنا هنا بنستخدم على فيري لو ليفل. لكن الحقيقه احنا وي كان دو اللايرد اركتكتشر على مستوى الابلكيشن نفسه. اكشوالي الكلاينت سيرفر از ا لايرد اركتكتشر، يعني الكلاينت يعتبر لاير بترن عند جهاز، والسيرفر عباره عن انذر ابلكيشن لاير شغاله على جهاز تاني، مش كده؟ صح. طيب انتوا خدتوا ديزاين باترنز ولا لا؟ لا لسه ما خدتوش ديزاين باترنز، يعني ما سمعتوش عن السنجلتون والام في سي الموديل فيو كنترول والكلام ده. ممكن نكون خدنا فكره بسيطه في السوفت وير انجينيرنج بس. طيب سمعتوا عن الام في سي قبل كده؟ طيب حد يقول لي ايه الام في سي ده؟ ان احنا بنعمل separation of concerns، بنحط الحاجات الجي او اي بيزد في الفيو كنترولر، الموديل بيبقى فيه الداتابيز وباك اند والكنترولر بيوصل ما بينهم. حلو جدا جدا جدا. يعني انت بتقسم الابلكيشن وده ده ممكن يتكتب في سنجل سوفت وير مش كده؟ مظبوط. وبتعمل الكلام ده ازاي؟ بتعمل مثلا كلاس للفيو، كلاس للموديل، وكلاس للكنترول، مش كده؟ بالظبط. وبتبتدي تاخد من ده اوبجكت ده اوبجكت ده اوبجكت، كل اوبجكت تتكلم بعضها، صح؟ مظبوط. بحيث مثلا لو اليوزر عمل كليك على حاجه على بوتن، البوتن ده موجود في الفيو، يقوم البوتن ده يبقى ليه اكشن، الاكشن هيكول فانكشن في مين؟ في الكنترولر، والكنترولر يبتدي يتعامل مع الداتا موديل، صح؟ مظبوط. خلينا ناخد اكزامبل. انا بفتح كده كود، قبل ما يفتح هبقى شير السكرين اوكي. فده اسمه الام في سي موديل فيو كنترول. طيب هو ده عباره عن ايه يا شباب؟ ده عباره عن ان انا حولت البروجرام بتاعي لثلاثه لايرز، تمام. اللاير الاولانيه بنسميها الابلكيشن انترفيس لاير اللي هي الفيو، اللي هو بيكونتين اليونتس بتاعت الانترفيسنج والباتنز والفورم اند سو اون. وبعدين عملت لاير تانية اللي هي بنسميها البروسيسنج لاير، اللي هي فيها الفانكشنز بتاعت الابلكيشنز والكالكوليشنز اند سو اون. واخيرا الداتا لاير بتاعتي، الداتا لاير بتاعتي هي اللي فيها الجزء بتاع الايه ال فاكتشوالي فكره اللاير ده اركتكتشر مش لازم على مستوى النتورك، احنا ممكن نعمل الكلام دوت على مستوى الابلكيشن نفسه. امال ايه بقى في الديستريبيوتد سيستم؟ اللطيف في الديستريبيوتد سيستم ان انت ممكن تخلي كل لاير من دول شغال على جهاز مختلف، which is what happens في الـ في الـ في الـ في البراوزنج. انت لما بتشتغل على الاتش تي تي بي ويب براوزر، اكشوالي البراوزر بالنسبه لك بيمثل ايه؟ بيمثل الابلكيشن انترفيس لاير، تمام. طيب الداتا لاير فين؟ غالبا على السيرفر. انت البراوزر بتاعك ما فيهوش اي داتا، حاجه ما بتخش على البورتال بتاع الكليه، ولا بتخش على الاس اي اس، ولا على ال ام اس، ولا وات ايفر. اكشوالي اللي انت بتشوفه دي داتا جايه من الداتا بيز اللي على السيرفر، مش اللي عندك على جهازك، صح؟ صح يا شباب؟ تمام. والبروسيسنج لاير غالبا بتبقى مقسومه، يعني غالبا بتبقى معظمها موجود على السيرفر، وممكن حته منها تبقى موجوده عند البراوزر في شكل السكريبت والكلام الحلو اللي احنا بنعمله. وبنفصل دايما البروسيسنج لاير اللي بتبقى ناحيه الكلاينت او ناحيه الويب براوزر بتبقى مسؤوله بشكل كبير جدا عن الابلكيشن انترفيس. فور اكزامبل انا بدخل داتا فبعمل لها فاليديشن، يعني انا طالب من اليوزر ان دخل ايميل فاتاكد ان ده ايميل بجد قبل ما ابعته،
فده بروسيسنج لكن مرتبط قوي بشكل الابلكيشن، والناحيه الثانيه ممكن يكون في بروسيسنج مرتبط بالابلكيشن نفسه او الديتا نفسها. ده اسمه ابلكيشن ليرنج، وده التراديشنال 3 لاير فيو اركيتكتشر بتاع الابلكيشن. زي ما قلنا اشهرهم او اقرب حاجه ليه الموديل فيو كنترولر اللي احنا اتكلمنا عنه في السوفت وير انجينيرنج على مستوى السنجل ابلكيشن، لكن على مستوى الديستريبيوتد ابلكيشن اكتشولي انا مسكت اللايرز دي وبدات افكها، فشغلت كل لاير على جهاز مختلف عن التاني، صح كده؟ تمام. وانتوا لو جيتوا عندنا مثلا في الكليه وجيتوا تبصوا على لو دخلتوا الداتا سنتر هتلاقي الويب سايت بتاع الكليه موجود على جهاز، ده اللي فيه البروسيسنج اللي هو بياخد منك الانبوتس بتاعتك وبتعمل لوجن وبيعرف ان سو اون، لكن الداتابيز نفسها موجود على جهاز تاني خالص، على سيرفر تاني خالص، فهم اكتشوالي بنعملهم على ثلاثة. فده فعلا الايه الفور اكزامبل اللي بيحصل في الويب براوزر ده. مثلا فور اكزامبل انا داخل بويب براوزر تمام، وليكن جوجل كروم ولا واتيفر، سفاري ولا تيفر، ده بيربريزنت الانترفيس. انا فتحت مثلا الجوجل سايت وكتبت اي سيرش ودوست انتر، اللي بيحصل هنا ايه؟ ان انا اوريدي عندي في حاجه بنسميها البروسيسنج ليفل، ده اللي هو الويب سيرفر. الويب سيرفر ده لما بدخل عليه في عندي HTML generator، انا لما بعت كويري ببعت يعني ببعت السيرش بتاعي ده، السيرش بتاعي ده او الكلمات اللي انا بحطها في هنا حاجه بتحول الكلمات ده لكويري، كويري مثلا زي select statement whatever. select statement دي بتبتدي البروسيسنج لاير تبعتها للداتابيز لاير، داتابيز لاير هتبتدي تعمل سيرش جواها، هترجع النتائج وليكن الويب بيجز اللي موجوده في الداتابيز اللي فيها السيرش كويري بتاعي. في هنا رانكينج الجوريثم بيرتب النتائج دي up to a ranking algorithm، وبعدين يبتدي يبعت ranked list of web pages ل HTML generator، ياخد كل بيج من دول ويعمل لها لينك ويجنريت ليك HTML page ويرد بيها عليك على اليوزر انترفيس. هو فعلا this is a kind او ده example على ال 3 layered او اللي بنسميه 3 tier architecture المشهور جدا اللي مثلا كل ال search engines مبنية عليه. تمام. طيب دي مثلا اللي بنسميها الثري تير اركتكتشر. الكلاينت سيرفر ساعات كتير لو العمليه ابسط من كده ممكن نضم البروسيسنج ليفل مع الداتا ليفل في وان بروجرام ويبقى ده اسمه كلاينت وده اسمه سيرفر. واضح يا شباب؟ في سؤال في النقطه دي؟ طيب غالبا هنا الابلكيشن لايرنج بيتم زي ما انتم شايفين بيزد على الوظيفه، يعني انا عندي هنا يوزر انترفيس، عندي اللي بنسميها البيزنس لوجيك او البروسيسنج ليفل، وعندي الديتا ليفل. طبعا احنا دلوقتي بنتكلم على اللايرد اركيتكتشر، ده كان بيعتمد على الفكره بتاعت الكلاينت سيرفر، لكن النهارده لما نيجي نتكلم على ديستريبيوتد كومبيوتينج بشكل جيد احنا عايزين نخلي الديفلوبر هو بيشتغل يشتغل بنفس الطريقه ان هو كانه بيكتب وان سنترلايزد ابلكيشن. يعني احنا عايزين نخلي عمليه البروجرامينج نفسها ترانسبيرنت بالنسبه للديفلوبر. طب ده بنعمله ازاي؟ ده بنعمله عن طريق ان احنا بنبروفايد للديفلوبر حاجه شبه اللي بيشتغل بيها كانه سنترلايزد، واحده من الاشكال اللي بنسميها الاوبجكت بيزد ستايل. هنا بقى احنا بنتكلم على يبقى احنا اتكلمنا على اول ستايل من الستايلز بتاعه السوفت وير اركيتكتشر، فكره اللايرد اركيتكتشر. فكره اللايرد اركيتكتشر زي ما قلنا هنا ان انا ببتدي استخدم سيرفيسز في لاير انا اوير بيها، وشفنا السوكت بروجرامنج بهذا الشكل، وممكن بعد كده نرجع نكمل في البروسيسنج بتاع الداتا باكتر من لاير. زي ما قلنا ممكن يبقى 3 لايرد اركيتكتشر زي اللي اتكلمنا عليها من شويه. ستايل تاني ان انا بدي الديفلوبر بدل ما بخلي الديفلوبر بقى عمال يبقى اوير ان في حاجه اسمها تي سي بي لاير ويو دي بي لاير واي بي لاير والكلام ده كله، لا ورايح جاي مسجز، لا انا هبتدي ادي الديفلوبر مجموعه من الاوبجكتس والكلاسز في شكل كلاس لايبرري يقدر يستخدمها يجنريت من الكلاسز دي اوبجكتس وينده ميثودز جوه الاوبجكتس دي ويحط ديتا ويستقبل ديتا، وبالتالي بالنسبه له الديستريبيوتد ابلكيشن هو عباره عن اوبجكت. فالنهارده الريموت ابلكيشن اللي شغال على جهاز تاني او على اكتر من جهاز جوه الديستريبيوتد سيستم بالنسبه لي هو عباره عن اوبجكت.
وبالتالي البروجرام في الاخر في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج هو عباره عن مجموعه من الاوبجكتس اللي بتبتدي تنتراكت مع بعضها عن طريق الميثود كولز. الاوبجكت نفسه من جوه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن انكابسوليتد بيس اوف كود في مجموعه من الفاريبلز اللي هي سواء كان بابليك او برايفت او واتيفر، اللي هي بنسميها الستيت لان كل اوبجكت على حسب قيمه الفاريبلز اللي جوه دي الستيت بتاعه. وفي مجموعه من الميثودز اللي احنا الاوبجكتس الاخرى بتبتدي تتعامل معاها. طبعا الميثودز دي عشان اعرف اتعامل معاها لازم تكون بابليك، ما تكونش بروتكتد او برايفت، والاوبجكتس بتانتراكت مع بعضها. فهنا الكومبوننتس عباره عن اوبجكتس كونكتد تو ايتش اذر عن طريق ما يسمى بالميثود انفوكيشن او البروسيجر كول. ده بالشكل الطبيعي اللي هو في الـ في الـ في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. واحده من اهم الحاجات الموجوده في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج ان الداتا دايما بتبقى انكابسوليتد، يعني مفيش اوبجكت شايف الداتا اللي جوه اوبجكت تاني، لكن هو اكتشوالي لما بينفوك اي ميثود ممكن يبعت لها بارامترز ويستقبل منها نتيجه. الانترنال بروسيسنج جوه الاوبجكت انكابسوليتد بالكامل، انا مش شايفه تمام. وحتى لو انا عايز اخد داتا معينه غالبا الصح يعني في الاوبجكت اورينتد ان انا ببتدي احط الداتا دي في شكل فاريبل، الفاريبل ده بيبقى برايفت، وبعمل تو ميثودز، واحده اسمها جيت واحده اسمها سيت، مش كده؟ مش احنا عارفين ده في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج ده البراكتس الصح ان انا اكتب اوبجكت اورينتد كود؟ اه تمام تمام. طيب هنا احنا وفي الديستريبيوتد سيستم بنعمل ايه؟ هنا احنا بنخلي الديفلوبر وهو شغال برضو بيتعامل مع اوبجكتس، وجوه الكود بتاعه بيكرييت اوبجكت ويبتدي انفوك ميثودز من جوه الاوبجكت ده. بس الحقيقه الاوبجكت ده مش هيبقى على نفس الماشين، ده عباره عن كود شغال في ميموري سبيس ثانيه على ماشين ثانيه. امال البرنامج بتاعي ازاي بيتعامل معاه؟ اكشوالي البرنامج مش بيتعامل مع الاوبجكت دايركت، لكن بيتعامل مع انترفيس. الانترفيس ده بنسميه بروكسي او بنسميه ستوب، يعني بشكل او باخر. هي هنا طبعا لو انا بتكلم على اوبجكت وبنده من الاوبجكت ده ميثود احنا بنسميه بروكسي، لو انا بنده الميثود مباشره كاني بشتغل ستراكشر بروجرامنج فبنسميه ستوب ايا كان. يعني اللطيف ان المودرن بروجرامنج لانجويجز هي بتجنريت اوتوماتيكالي البروكسيز والستوبس ديت للريموت كود اللي انا بعمل له انفوكيشن. فانا بالنسبه لي انا كاتب البرنامج بتاعي، انا هنا بقى اللي هشغل دماغي بقصه السيرفر والمسج والبروتوكول. انا بالنسبه لي في الاخر في اوبجكت، الاوبجكت ده بنده منه ميثود. اكشوالي انا هنا مش بتعامل مع الاوبجكت، انا بتعامل هنا مع الايه؟ مع البروكسي. يعني فور اكزامبل لو احنا قلنا انا عندي هنا، اخد بس القلم، انا عندي هنا كود، الكود دوت فيه هنا بيعمل كول، الكول ده اكشوالي بينده جوه الميموري سبيس بتاعي حاجه اسمها البروكسي، والنتيجه من البروكسي بترجع لي وبكمل عادي جدا. البروكسي بقى هو اللي هيتعامل مع الاكتوال اوبجكت. دي هنا على ماشين 1 ودي هنا على ماشين 2، وهنا في ايه؟ في نتورك انترفيس. ده بنسميه الار ام اي، ريموت ميثود انفوكيشن. فانا في الاخر انا عملت مثلا وليكن هنا انا خدت قلت له ايه، انا اكس دوت ام اوف اي وبي، اكس ده بالنسبه لي ريموت اوبجكت، ام دي الميثود اللي انا عايز اندها، اي وبي دولت هم البارامترز اللي انا هبعتهم. فهو اكتشوالي هياخد الـ A والـ B يحطهم في مسج ويستقبل من هنا الـ R اللي هي الريزلت ويرجعها لي هنا. فأنا في الآخر وأنا بكتب الكود أنا مش شايف كل التفاصيل بتاعت الناحية دي أنا مش شايفها خالص، دي بالنسبة لي بلوكت أنا مش شايفها. أنا شايف إن أنا عندي كود بعمل له أوبجكت ببعت أطلب منه مسج وبتجي لي النتيجة، وهنشوف إكزامبل عليها دلوقتي. تمام؟ دكتور اتفضل. هو الفرق ما بين البروكسي والاي بي اي؟ الاي بي اي غالبا بتبقى في شكل ستوب، يعني انت بتنده فانكشن مش كده؟ في الاي بي ايز انت يو ار كولينج ا سبيسيفيك ميثود مش كده؟ تمام، مش بتكريت اوبجكت وتنده من جوه ميثود.
هو مجرد طريقه البروجرامينج بتاعتك. لو انت شغال ستراكشر بروجرامينج فانت بتستخدم حاجه اسمها الاي بي ايز اللي هي بنسميها ريموت بروسيجر كول. وانت هنا برضو نفس القصه، انت يو دونت كول الريموت بروسيجر، انت بتقول حاجه اسمها ستوب. الستوب ده هو عباره عن فانكشن، بس عباره عن فانكشن هيكل، هي مش بتعمل حاجه، هي بتاخد منك البارامترز، تحول البارامترز ديت. يعني خلينا نقول الايه الدنيا بتمشي ازاي عشان نبقى فاهمين. تمام، انت بتدي بارامترز، في وسط القوس بتكتب A و B و C و whatever اللي هي البارامترز بتاعت الفانكشن. الكلام ده بيروح لوسيط، تمام، يروح محول الكلام ده لايه؟ لمسج. تمام، الوسيط ده يا بنسميه بروكسي يا بنسميه ستوب. طب فرقت ايه ده في الاو او بي؟ لو انت شغال او او بي اوبجكت اورينتد بروجرامنج، وده لو شغال ستراكشر بروجرامنج. تمام، طيب هو بعت مسج الناحيه الثانيه على الجهاز الثاني، برضو بيبقى فيه وسيط بيستقبل المسج، بيحول المسج ديت لايه؟ لكول. يقول الاكتوال كود، يرجع من هنا الريتيرن، يقوم محول ديت لايه؟ لريبلاي. سوري معلش ايه راحت. اوكي، فزي ما قلنا هو جاي من هنا الوسيط اللي عند السيرفر او اللي عند الماشين الثانيه، جه ريبلاي او ريتيرن، يروح محول ده لايه؟ لريبلاي مسج. طيب وعند ماشين 1 اللي كان فيها زي ما قلنا في هنا وسيط خد البارامترز وحولها لريكوست مسج. تمام، وهنا الريكوست مسج تحولت لايه؟ لكول. الريتيرن رجع للريبلاي مسج، ده هيجي له الريبلاي مسج، يقوم هو محولها لايه؟ للريتيرن. انت هنا شايف انك عملت ايه؟ انك ندهت فانكشن اسمها ام 1، بعت لها اي وبي وسي ومش عارف ايه، قلت ان انا الاكس بتساوي كذا، وبعدين عملت مثلا برنت للاكس، الاي والبي والسي راحوا هنا والاكس رجعت لك هنا. في النص بقى كل اللي حصل من اول هنا لحد هنا ده بالنسبه لك ترانسبيرنت. انت actually you are calling a method that is not running on your machine. احنا زي ما قلنا دي ام 1 ودي ام 2. فهمت كده؟ تمام. طب هو في فرق ما بين ال RMI وال RPC؟ ال RMI remote method notification، لو انا شغال object oriented بنسميها RMI. الفكرة هنا ايه؟ هنا لو قلت اسم الميثود وبعت لها parameters فانت كده شغال RPC لانك شغال structured، وبالتالي الوسيط هنا هيبقى اسمه stop. طب لكن انت قلت لا انا عندي O1.M1ABC كده انت بتنده ميثود، فدي بنسميها RMI مجرد اسم، وفي الحالة دي بيبقى الوسيط اسمه بروكسي. ماشي؟ شكرا. تمام؟ وعشان برضو نبقى عارفين ده بنسميه الكلاينت بروكسي او الكلاينت ستاب، وده بنسميه السيرفر كلاينت او للأسف السيرفر بروكسي او السيرفر ستاب. اوكي؟ فاهمت كده؟ شكرا. فزي ما احنا شايفين هنا ادي الكلاينت، الكلاينت بي ايه شغال الكود عادي، بي انفوك ميثود، الميثود دي بيعملها كول من حاجه موجوده عنده لوكال، هو في عنده اوبجكت موجود، الاوبجكت ده اسمه بروكسي، انا بعت له بارامترز وباخد منه نتيجه. البروكسي بقى هو اللي هيبتدي يستغل وات ايفر الكلاينت اوبريتنج سيستم، هو اللي يفتح الكونكشن ويعمل التي سي بي ويعمل اللوك اب بتاع الدي ان اس ويفتح السوكت ويستنى الريبلاي ويستخدم الايرور كود وبيعمل وبي امبلمنت بروتوكول ايا كان البروتوكول ده، وفي الاخر بيبعت المسج. يوم الناحيه الثانيه قصاد البروكسي في وسيط اخر هنا غالبا بنسميه بقى هنا السكيلتون او بنسميه سيرفر بروكسي، لكن اسمه السكيلتون، هو بياخد المسج، بياخد المسج دي ويخرج منها يعمل لها بارسنج وياخد البارامترز ويبتدي يبعت البارامتر ديت للايه؟ للاوبجكتس اللي موجوده هنا، وبعدين يرجع يعمل النتيجه بالعكس. اللي في النص ده بنسميه المارشالد انفوكيشن،
ده بنسميه بارامتر مارشالينج. اللي بيعمله البروكسي والسكيلتون ان هم بيعملوا حاجه اسمها مارشالينج، اللي هو بيحول البارامترز اللي A وB وC و5 و6 وات ايفر الحاجات اللي بنبعتها ما بين القوسين للفانكشن الى مسج، وبيرجع ياخد النتيجه يرجعها لي في شكل برضو ايه مسج. ده بنسميه بارامتر مارشالينج. ومن اشهر طرق المارشالينج مايكروسوفت مثلا عندهم ستاندرد اسمه سواب اس او اي بي، ده بيستخدم فور بارامتر مارشالينج. واحده من اشهر الاشكال لهذا الامر هي ريستفول اي بي ايز. الريستفول اي بي اي كلمه ريست ديت اللي هي كلمه ريبريزنتيشنال ستيت ترانسفير، ريست اختصار كلمه ريبريزنتيشنال ستيت ترانسفير. ريستفول اي بي ايز عباره عن ايه؟ عباره ان انا هفيو الديستريبيوتد سيستم على انه مجموعه من الريسورسز، هي مجموعه ريسورسز اوكي، كل ريسورس مانجد باي اتس اون مانجر. كل اللي انا بعمله ان انا بنده مجموعه من الاي بي ايز، الاي بي ايز ديت هي مفيش الا الايه اللي مجموعه الاي بي ايز اللي موجوده اوريدي في الاتش تي تي بي، لان الريستفول اي بي ايز بتتبني فوق الايه الاتش تي تي بي. وبالتالي انا بالنسبه لي بتعامل مع كولكشن اوف داتا، يا بضيف فيها ريسورس باستخدام البوت، يا اما بريتريف واحد من الاوبجكتس باستخدام الجيت، يا اما بدليت ريسورس، يا اما بموديفاي الريسورس. البوت والجيت والديليت والبوست نفس الحاجات اللي كانت موجوده في الاتش تي تي بي. طيب عشان اقدر اعمل الكلام ده اي ريسورس عندي لازم يبقى ايدنتيفايد باستخدام سنجل نيمينج سكيم بتبقى جلوبال ويونيك اللي هي بنستخدم فيها اليو ار الز. كل السيرفيسز بتديني ذا سيم انترفيس، وبالتالي كل اي حاجه موجوده انا بقدر اتعامل معاها بالاربعه دول. المسجز اللي سنت تو اور فروم ا سيرفيس في الاخر جواها بتبقى سيلف ديسكرايبد، يعني بيبقى فيها كل الانفورميشن اللي مطلوبه زي ما شفنا في الاتش تي تي بي بروتوكول. بعد الاكسكيوشن السيرفيس ملهاش دعوه باللي قبل كده لان الاتش تي تي بي از ستيتلس، وبالتالي انا بحول مجموعه السيرفيسز اللي موجوده كانها مجموعه من الويب سايتس او الويب بيجز اللي انا بقدر اتعامل معها. وانا في الاخر يا بجيب ويب بيج، يا بكريت ويب بيج جديده، يا بديليت ويب بيج موجوده، يا ببعت شويه بارامترز عشان اعدل في حاجه موجوده على السيستم. ففي الاخر انا شايف هي مجموعه ريسورسز شويه اتش تي ام ال بيجز. تمام. طيب واحده مثلا من الحاجات اللي ممكن نستخدم فيها ريستفول اي بي ايز بشكل او باخر هي مثلا في سيرفيس لطيفه جدا موجوده على امازون، انتوا تقدروا تجربوها، اسمها الاس 3 سمبل ستورج سيرفيس. عشان كده بيسموها اس 3 سمبل ستورج سيرفيس اس اس اس، عشان كده بيسموها الاس 3. دي سيرفيس بتديها امازون، عباره عن شيرد او عباره عن كلاود ستورج. حضرتك لو انت على فكره ودي تقدر تعمل بيها اكاونت فري، انت تقدر تخش النهارده على السايت بتاع الامازون وتبتدي تختار لنفسك او تبتدي تكريت اكاونت فري اكاونت، والاكاونت ده زي ما انت كده بتعمل اكاونت على جيميل بيديك جوجل درايف، او بتعمل على مايكروسوفت بيديك وان درايف، على امازون بيديك الايه السمبل ستورج سيرفيس الاس 3. بس الفكره كلها الاس 3 ديت سمبل ستورج هي عباره عن ايه؟ هو بيديك مكان تقدر تكريت فيه directories one level only، يعني انت على السيرفيس بتاعتك تقدر تكريت حاجه اسمها باكتس. الباكتس دي اللي هي الدايركتوريز، بس ما تقدرش تكريت باكت جوه باكت، يعني ما تقدرش تكريت سب دايركتوري، فهي كانها one level. وتقدر تحط جوه كل باكت مجموعه من الاوبجكتس اللي هي الفايلز. طيب السيرفيس اسمها s3.amazonaws.com، هي اسمها كده. لما حضرتك بتكريت اكاونت بتبتدي تقدر تبني لنفسك باكتس، تمام، فتدي تقدر تدي لكل باكت اسم اللي هو دايركتري، وتقدر تحط جوه الباكتس دي اوبجكتس اللي هي بنسميها الايه الفايلز. بيبقى اي اوبجكت انت عايز توصل له بيبقى بهذا الايه النيمينج، بنستخدم النيمينج ده الباكت نيم دوت اس 3 اللي هي اس 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 دوت امازون اي دبليو اس دوت كوم سلاش اسم الاوبجكت بتاعك. طيب انت عملت كرييتنج لباكت وعايز تضيف فيه فايل، بتستخدم الايه؟ بتستخدم البوت، تدي له هنا ايه بوت وتدي له اسم الاوبجكت، وبعدين تدي له الداتا بتاعت الاوبجكت. هو ياخد الداتا دي يابلودها يكرييت فايل جديد جوه الدايركتري اللي هو الباكت نيم ويحط الداتا بتاعتك. طب انت عايز تريتريف اوبجكت معين، بتقول له جيت وتدي له اسم الايه اسم الايه الفايل اللي انت عايزه. هنا بنستخدم اليو ار اي اللي هو الايه اليونيفايد ريسورس
indicator او اليو ار ال اللي هو يونيفايد ريسورس لوكيتور. تمام. طيب الحقيقه صحيح انا التعامل مع الاس 3 بيبقى باستخدام ريست فول اي بي ايز اللي هي البوت والجيت والديليت، لكن ممكن نحتاج شويه حاجات تانية زي مثلا انا كرييت باكيت جديد، ان انا ديليت باكيت، ان انا اشوف ايه الباكيتس اللي موجوده عندي. الكلام ده كله بيتحول الى مجموعه من الايه، من المسجز في الجيت والبوست. فور اكزامبل مثلا ليست اول ماي باكيتس ده عباره عن جيت ريكوست بس بيرجع لك اسامي الباكيتس. كرييت باكيت ده كانه بوت ريكوست بيفتح لك دايركتري جديد، ديليت باكيت ده ديليت ريكوست اند سو اون، بس كل واحد بيبقى له بارامترز مختلفه. الاس 3 او السمبل ستورج سيرفيس بتاعت امازون بتقدر تديك مجموعه الاوبريشنز ديت على مستوى الباكيت اللي هو الدايركتريز، ومجموعه الاوبريشنز دي على مستوى الاوبجكتس اللي جوه الايه اللي جوه الباكيت، زي مثلا انك تبوت اوبجكت ان لاين، انك تعمل بوت اوبجكت جديد، انك تكوبي اوبجكت من باكيت لباكيت، انك تداونلود الاوبجكت، ان انت تشوف الاوبجكت ده بشويه بارامترز اخرى، تديليت واتيفر. دي كل واحده من دول عباره عن فانكشن بتقدر تندها وتبعت لها بارامترز، فهي بنسميها ريستفول اي بي ايز، هي بتترجم من تحت ل اتش تي تي بي ريكوست. طبعا الموضوع مش سمبل از ذس، لان انت المفروض الاول بتعمل لوجن وبتاخد حاجه اسمها توكن وبتبعت التوكن مع كل كول. طب احنا هل نقدر نسمبليفاي الكلام ده؟ اه نقدر نسمبليفاي الكلام ده، بدل ما احنا عمالين نبعت مسجز ونكول اي بي ايز، احنا ممكن انكابسوليت كل القصه بتاعه الباكيتس والاي بي ايز بتاعتها في شكل ايه، في شكل ميثودز موجوده جوه اوبجكت. فور اكزامبل مثلا البايثون بروجرامينج لانجويج، هو عندي لايبرري، اللايبرري دي بتانكابسوليت الاس 3 سيرفيس بتاعت اي دبليو اس في عباره عن لايبرري اسمها باكيت. وبالتالي انا عشان اشتغل ممكن انا بدل ما ابعت الريستفول اي بي ايز اقول له بوت اتش تي تي بي مش عارف ايه الكلام ده كله، ان انا عايز اعمل ماي باكيت ويبقى كاني كده بكرييت نيو باكيت، لا انا جوه البروجرامنج بتاعي امبورت اللايبرري وبعدين اقول له باكيت دوت كرييت وادي له الاسم هنا، هو بقى اوتوماتيكالي بيحول ديت الى ريستفول اي بي ايز. طبعا لو احنا دورنا شويه هنلاقي الاكزامبلز بتاعه الباكيت كرييشن والاوبجكت كرييشن واللايبرري بتاعت الباكيت دي، الحقيقه ما هياش سمبليفايد قوي كده، احنا محتاجين نستخدم اكتر من لايبرري. بس لو دخلتوا على مثلا عملت سيرش على امازون اي دبليو اس اس 3 سيرفيس وذ بايثون، هتلاقوا كودز بتعمل هذا الكلام. انت ما انت شايف الريستفول اي بي ايز، انت الحقيقه كل ده انكابسوليتد ان انت عندك اوبجكت وبتنفوك منه ميثودز وبتبعت له بارامترز. فهمت النقطة دي يا شباب ولا في أي مشكلة؟ واضحة؟ حد عنده سؤال أو استفسار؟ طب أسأل أنا؟ لو سألت يوسف سامح، يا يوسف يوسف مش موجود ولا إيه؟ طيب لو خلينا نشوف كده الايه الاسامي بشكل افضل. لو سالت عمر حسام او لا اسامه حسام، يا اسامه اسامه حسام الدين، ما اعرفش معمول له هولد ليه. طب يحيى محمد، يحيى الناس اللي مدنا عليها فين؟ طيب خلينا نوقف الريكوردنج هنا.